طيب شباب نقول هبة والنتيجة هي كالتالي. عشان ما أنا مطول عليكم شباب نقول حصلت على نسبة 4 لا 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 يا انت اصحون يا سائل سائل اصحى حصلت على نسبة 4 دقيقة سوين لا تصدم العالم دقيقة سوين يلا لا تصدم تصدم العالم ارحم امك صدمة هي صح انا 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 بالنسبة لي اعطيتهم يعني المفروض ما يرضي الله يراعونهم الناس الثانية يعني حصلت على نسبة 4 لا يا زلمه لا 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 لو سمحت نزل يديك وخليك هادي ريلاكس جدا 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 حصلت على نسبة 4 4 و لا 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 تجيب الاتصال الحين شوي حصلت على نسبة 4 لا 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 سايل سايل لا اربع رافق سايل 54 لا لا حرام يا اخي اسكت لا تقولها بالله 54 كسرنا جزاكم من 100 كيفك هذا اللي عندنا شباب حصلتوا على درجة وهي على ما قال سويلم والله يعوضكم خير يا شباب وش قال سويلم؟ قال سويلم 74 خير بركه سايق يعطيك العافيه يا الله 50 لو قلت ها زايده يا ابو علي شويتين حلوه شباب حلوه شباب الحمد لله يعني في اكل انا اقول لكم شيء ينأكل ثقوا تماما اي طبخه يجي فيها اول شيء لحم اول شيء كشن وخلي اللحم ياخذ مجراه اقل شيء 20 دقيقه يكون الحاله يعني الحاله اي طبخه فيها هذا كلام اي طبخه فيها لحم خلي على الاقل ياخذ خلي 20 دقيقه يطبخ بعدين في خضره في حاجه بتحط في كبسه حط خلي نص ساعه طيب البهارات والتبهير والشو بهره كل شيء بهره ملحه كل شيء ظبط كل شيء وادخله وخليه 20 دقيقه خله يدغدغ مع المويه يدغدغ وبعدين احط اللي تبغى عليه قلت كثير اتصل اول ايش رايك كثير خلي الاول ترى ما فعلا المشكله جاء الثاني نفس الاول والاخير غير الحل اخذتوا نتيجتكم وانبسطتوا وترى على اللي سويتوه ما بس الاخطاء اللي هي على اهلا وسهلا مرحبا شلون قلب بعين هذا جانبي ما اخفق شلون قلب بقلب شلون امورك عمل التقطيع والعفسه وذي واللحم كله فوق بعض هذا كم عليه التقطيع؟ قسمه كلها قسمه فرزه مني انا اعطيتك يعني باقي انك عندي كم 19 درجه 16 60 يعني ما في شيء ثابت مجزا على الحضور على التفاعل على كل شيء مجزا خلاص انتهت راحت لكن الحين ايش بنقول لا حبيبي ما ضاع حق مورهم طالب اوف بتجيبه نعم اجيبه استاهل 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 لا لا يمزح ابوي يمزح والله انا اخذت عليه كل شوي راقي هذا خاب عليه هذا ما انعطى وجهه والله يلا انت